السلام عليكم مرة أخرى، وأتمم لكم أنواع التعشيقات التي وجدتهم لكم في هذا الدليل. قلت لكم كل أنواع التعشيقات تتشابه، تختلف في هذا المرفق، برك المرفق الذي تغير به السرعات تختلف فيه. هذا تعشيق، نظام تعشيق تيليجونت، اسمه بالفرنسية تيليجونت أو بالإنجليزية تيليجنت. هذا يشبه هذا، يشبه تماما. ها فيه أمبرياج، وهذا فيه أمبرياج، وهذا فيه عمود مرفق، وهذا فيه عمود مرفق. الاختلاف الذي بينهم، هذا فيه أربعة فوق أربعة، لكن هذا فيه مستمر. نقول نحن أن تجعل هكذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، فيه 16 تعشيقة بالنصف. هذيك النصف دائما يحسبوها 16 تعشيق. 9 8 توقف في 8 مع هذيك النصف التعشيقة اللي من هنا الذي أريتكم إياها. الاختلاف بينه وبين هذا في عمود المرفق فقط. هذا عمود المرفق جاي فيه 4 فوق 4 مثل هذا، وهذا جاي مباشرة، جاي مباشرة إلى الأمام، جاي مباشر إلى الأمام. أو قال لك يمكن اختيار التعشيقات باستخدام التحكم أو دواسة القابل، معنا بلومبرياج، بلومبرياج، هاو بلومبرياج. كذلك يشبه هذا، يشبه الجرو الذي جعلت لكم له فيديو، يشبهه. الاختلاف الذي بينه وبينه هذا ما فيهش الاوتوماتيك مانيال، فيه المانيال فقط، فيه اليدوي. مفروض هذا فهمتموه. يبقى لكم هذا هنا. نقول احنا 8 والفوق، هذه النصف الذي تكلمتكم عليها. يبقى مغيرات السرعة لا تراه هنا، لكن تراه في هذا الجهاز المراقبة، او في جهاز المراقبة مثل تاع الجروف 55 طن، والله هذه الرافعة تيراكس ديماك، تأتي شريط تشبه هذه رقمية ومكتوب فيها 8. تبقى هذه 7 من هنا، مثال هذه 7، وفيها فيها هذه الأسفل هنا. هذا معنى التعشيقة التي اخترتها أنت، وهذه التعشيقة الموصى بها. الموصى بها وش معناتها؟ معناتها كما نقولوا احنا، هذا الذكي، هذا الانتليجنت، هذا هو الذي يقول لك انك ليس في ريجيم الذي انت فيه، انزل الى الادنى. والله العكس، اذا كنت الى الادنى وكنت ضغط على دواسة الوقود ينصحك بالزيادة الى الفوق الاعلى. المهم باختصار، هذه 8 التعشيقة الذي اخترتها انت، وهذه الذي هو يطلبك انت تختاره باختصار لكي تفهم. وفيه كذلك هاو الزر الارجحي لتعشيقة الاختيار ببطء او سريع التعشيق. قالك يمكنك عن طريق الزر الارجحي لنصف تعشيقة اختيار النقل البطيء او السريع للتعشيقة المعشقة دون الحاجة الى تغيير التعشيقة نفسها. معناتها راك هنا في 8 الفوق، نقول انك تريد ان تنقص الاسفل، تضرب هذيك اللي وريتكم هنا السفلى، تمسها مع لومبرياج، دائما مع لومبرياج تنزل الى الاسفل. معناتها حركة واحدة 8 مثال، تستطيع ان تزيد فيها او تنقص بدون ان تنتقل الى السابعة، بدون ان تنتقل الى التعشيقة الادنى وهي السابعة. معناتها في تعشيقة واحدة تستطيع الزيادة وتستطيع النقصان باختصار. هذه هي نصف تعشيقة. بالله احنا اصحاب الشاحنة يقولونها اللونسور، ويستعملونها تقريبا في الحركة الثامنة. يستطيع استعملها في الاولى في الثانية، ويوجد من يستعملها من الخامسة فما فوق، ويوجد من يستعملها في الثامنة فقط. واغلبية تحتاجها، اغلبية وين تحتاجها في عندما تكون الشاحنة ممتلئة، والله تكون عندك لاشارج تحتاجه. المهم هذه يسموه التعشيق انتليجنت، نظام التعشيق انتليجنت، مثله مثل هذا. اعيد لكم، مثله مثل هذا، فيه لومبرياج، هذا فيه لومبرياج، هذا فيه يسموه عمود مرفق، هذا فيه. لكن الاختلاف بينهما هذيك 4 فوق 4 مزدوجة، وهذيك اسمحوا لي دقيقة، قلت لكم 4 فوق 4 مزدوجة، وهذيك جاية مستمرة مباشرة واحدة بجانب الواحدة، تدفع إلى الأمام فقط. وكذلك المرفق لا تدفعه بقوة، تدفعه ببطء فقط يمر.
ولا تنزع يدك من رجلك من الامبرياج حتى ترى في جهاز المراقبة ترى ترى مثال هنا راك في 8 أردت أن تجعل 7 عندما تضغط حتى تراها في جهاز مراقبة 7 انزع هذاكم رجلكم من الامبرياج والسلام عليكم ورحمة الله.